بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة وخاصة جدا من الاستوديو التحليلي، والنهاردة يوم القمة. النهاردة مباراة بينتظرها جماهير الكرة المصرية، كل عشاق الكرة المصرية، وده الديربي الأول في أفريقيا والشرق الأوسط بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة. مباراة عبارة عن بطولة خاصة للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية طبعا. الكل عارف قيمة ومكانة المباراة التاريخية دي، كمان المباراة دي ليها أهميتها ومكانتها بعيد عن ترتيب الفريقين في الجدول أو عن النواحي الفنية قبل المباراة. يعني مش مهم الفريق فين، لأنها بطولة خاصة والجماهير دايما بتطالب فريقها بالفوز بيها. مباراة دايما بتكون محط أنظار الملايين من عشاق الفريقين خارج مصر وداخل مصر، يعني في دول كتيرة هتلاقي زحام فيها لمتابعة ديربي الأهلي والزمالك. القمة النهاردة تحمل رقم 120، كلاسيكو العرب زي ما بيقولوا عليه. مختلف الدول العربية بتهتم باللقاء وبتغطيه إعلاميا زي ما بيحصل في مصر. كمان هي مباراة التكهن بنتيجتها صعب جدا لأن ليها ظروفها الخاصة، لا تعترف بأي ظروف قبل المباراة وداخل المباراة أيضا، تعترف فقط باللي هيحصل في التسعين دقيقة. والتوفيق هيكون حليف مين النهاردة، ونتمنى إن شاء الله بجانب لاعبي الأهلي وجهازه الفني وجماهيره. قمة النهاردة زي ما حضراتكم عارفين مختلفة، لأنها بتتلعب بعد ظروف صعبة مرت على العالم كله والكرة المصرية بالطبع، وهو انتشار فيروس كورونا. عشان كده هتتلعب طبعا زي ما انتم عارفين بدون جماهير، وكمان وسط إجراءات احترازية لتجنب حدوث أي آثار سلبية. قمة النهاردة نتمناها عنوان كبير للكرة المصرية، نتمنى نشوفها قمة في الروح الرياضية، قمة في الأداء الفني، قمة في السلوك الرياضي بمشيئة الله. طبعا مباراة لها أهميتها، وإحنا لينا مراسلين في كل مكان عشان نعيش المشاهد لحظة بلحظة لحد بداية المباراة ونهاية المباراة أيضا، لأن جمهور الأهلي العاشق الكيان طبعا بيكون دايما في ظهر فرقته، سواء في المدرجات لما كان في جمهور، وحاليا خلف الشاشات في معشوقتكم قناة الأهلي اللي بتقدم لكم ملحمة في التغطية الإعلامية للمباراة، تغطية تليق بقيمة ومكانة النادي الأهلي، نادي القرن الإفريقي، وكمان تليق بعشاق الأهلي في كل مكان. وبعد الماتش إن شاء الله تفرحوا بفوز الأهلي، ونفرح كلنا إن شاء الله بفوز الأهلي النهاردة. هنروح لمراسلنا المتميز كريم أحمد من فندق قامة اللاعبين نتعرف منه على آخر الأخبار والمستجدات هناك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. لحظات بسيطه خلاص يمكن نتحرك حافله النادي الاهلي الى استاد القاهره لاستقبال مباراه الاهلي والزمالك في الجوله 21 من بطوله الدوري العام. كل التمنيات بالتوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه زي ما اكدنا وقلنا اكثر من مره حساباتها خاصه للاعبين، للاجهزه الفنيه، لمجالس الاداره. ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون في الميعاد، التوفيق يكون معانا النهارده. كل الظروف النهارده يمكن الحمد لله الامور كانت ماشيه بشكل اكثر من رائع النهارده في فندق الاقامه، حاله الهدوء وحاله التركيز كبيرة اللي بنتكلم عليها لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول يمكن دي مدينا ثقه كبيره جدا لكل اللاعبين ان شاء الله ان هي تادي كل اللي عليها. يبقى التوفيق لربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله في هذه المباراه، لكن الامور خلاص الفنيه نقدر نقول حسمها بشكل كبير جدا مستر ريني فايلر، سواء في التدريب الاخير او هنا في فندق الاقامه في المحاضره الفنيه. خلاص يعني كل الامور كلها بسيطه جدا على التكتيك، على الجمل التكتيكيه، الثغرات بقى والامور الخاصه بفريق نادي الزمالك خلاص تم مشاهدتها للعيبه من خلال محاضرات الفيديو خلال الايام الماضيه. لكن باكد لك واقول لك كابتن ايمن في فندق محل التركيز كبيره جدا، المعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في الميعاد. ينقصنا التوفيق وينقص كمان ان شاء الله مستر ريني فايلر يكون موفق في اختيار التشكيل الامثل اللي يخوض به هذه المباراه. كل اللعيبه جاهزه، اكد لك على جاهزيه جيرالدو. يمكن احنا عارفين ان جيرالدو كان بيعاني من الام في عضله الخلفيه، لكن شارك في تدريب الامس بشكل جيد جدا، والنهارده كمان اطمني عليه بشكل كبير، هو متواجد في القائمه. فرصه طبعا متروكه للجهاز الفني ان هو يكون متواجد سواء في التشكيل او على دكه البدلاء، لكن كل اللعيبه الحمد لله جاهزه بشكل كبير، حالتها المعنويه ايضا والذهنيه والبدنيه مطمئنه بشكل كبير جدا. يا كابتن ايمن الامور الحمد لله عدت بخير النهارده في فندق الاقامه. ان شاء الله باذن الله كمان طاقم التحكيم يكون موفق النهارده في هذه المباراه، تركيز كبير لكل اللعيبه النهارده. يمكن جلسات مستمره لكل اللعيبه على مدار الفطار والغداء، يمكن كل اللعيبه عقب انتهاء الفطار بيكون في جلسه مع اللاعبين الكبار، مع اللعيبه الصغيره عقب انتهاء وجبه الغداء بيكون في جلسه ايضا. كمان اللعيبه بتشد من ازر بعض، الكل بيحفز بعض. ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن فرحه تكون النهارده لكل جمهور النادي الاهلي اللي متعطش ومنتظر ان هو يشوف النهارده لعيبه النادي الاهلي بتادي اداء اكثر من رائع، وايضا كمان نتيجه كبيره تسعد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كمان كالعاده من خلال تغطيتنا على مدار اليوم وعقب انتهاء المباراه باذن الله تكون تغطيه اكثر من رائعه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ونفرح مع كل لعيبتنا ان شاء الله النهارده بانتصار يسعد كل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كريم. شفنا اجواء رائعه وتفاؤل بين الجميع من اجل قمه كبيره فعلا.
قمة قطبين الكرة المصرية إن شاء الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي ويسعد جماهيره في كل مكان. قمة النهاردة زي ما حضراتكم عارفين هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، كانت الأولى في بداية الموسم وهي عبارة عن سوبر محلي بتاع موسم 2017-2018 اللي كانت في شهر 9-2019، ودي كانت أول مباراة لمستر فايلر مع النادي الأهلي وانتهت بفوز الأهلي 3-2. ثم لقاء آخر في السوبر المحلي برضو لموسم 2018-2019 واللي اتلعبت في الإمارات وانتهت بالتعادل وفاز الزمالك بركلات الترجيح. ثم مباراة الدور الأول في الدوري والتي لم تلعب في الموسم الحالي، ودي كمان شهيرة بأحداثها لأن الزمالك انسحب، والأحداث اللي حصلت زي ما أنتم عارفين قصة الأوتوبيس وعدم الوصول للملعب وكلكم فاكرين القصة، واتحاد الكرة طبعا كان حاسم باعتماد فوز الأهلي 2-0 في هذه المباراة. النهاردة قمة الدور الثاني اللي نتمنى إنها تكون حمراء إن شاء الله وتسعد عشاق الأهلي في كل مكان. مباراة النهاردة طبعا الأهلي هيلعبها وهو متربع على القمة برصيد 56 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث بعد فوز بيراميدز أمس على سموحة. وطبعا الأهلي أقوى هجوم، اللعيبة بتاعته سجلت 52 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، يعني النادي الأهلي أقوى هجوم وأقوى دفاع. نادي الزمالك سجل 25 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف. النهاردة المواجهة 120 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. الفريقين لعبوا قبل كده 119 مباراة، فاز المارد الأحمر فيه 45 مباراة وفاز الزمالك فيه 26 مباراة وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين. قبل ما نروح نستقبل ضيوفنا في الاستوديو التحليلي، في خبر مهم جدا وهو إن وزير الشباب والرياضة وافق على طلب الأهلي بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا عشان اللاعب يواصل علاجه. وطبعا كلنا عارفين الأهلي ما بينساش المخلصين، على فكرة مؤمن زكريا من أبناء الأهلي المخلصين، ومؤمن زكريا هو هداف الجيل الحالي في مباريات الأهلي والزمالك. مش معنى إنه غير مقيد في القائمة إن الأهلي ممكن يتخلى عنه، لا، الكلام ده مش في الأهلي، الأهلي عمره ما بيتخلى على أبنائه، الأهلي واقف جنب مؤمن لأنه ابن من أبناء النادي، وما أثرش في نقطة عرق وهو واقف على رجليه، الأهلي سلك كل الطرق القانونية لمنح اللاعب قيمة عقده كاملاً عن طريق الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وده حصل النهاردة الحمد لله، ووزارة الرياضة أعلنت بشكل رسمي موافقتها على طلب الأهلي. وإن شاء الله كلنا ثقة في ربنا وفي إرادة مؤمن إنه هيرجع تاني للملاعب أحسن من الأول بمشيئة الله، وإحنا بنقول له مستنينك يا بطل، مستنينك ترجع تمتعنا بلمساتك وأهدافك وإخلاصك للأهلي وجماهيره. هنروح نفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن حلمي طولان، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، والكابتن عادل مصطفى. بنرحب بيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا اللي مشرفينا النهاردة، نجومنا الكبار كابتن حلمي طولان، كابتن القدير ومدير الفني الحالي لنادي انبي. كابتن حلمي بنرحب بيك على انا بشكركم الأهل. جدا على الدعوه الكريمه ديت، وانا سعيد ان موجود في هذا الصرح العظيم جدا. ودي مش اول مره لي، انا كتير جدا جيت وكنت في استوديوهات تحليليه، وسعيد ان انا مع اخواتي الصغيرين الكابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل. وطبعا سعيد ان انا اكون معاك يعني وفي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن حلمي، ملك الشياكه دايما، بس دي كانت لازم تبقى حمرا شويه. كابتن علاء ميهوب بنرحب بيك كابتن علاء. قلت له بس ما ينفعش يا بيه، اهلا منورنا دايما. وطبعا النهارده النور زياده بوجود يا رب يخليك كابتن علاء، بغض النظر عن اي حاجه، لكن هو طبعا شخصيه جميله ومحترم جدا، الناس كلها بتحبه واجماع عليه طبعا. كابتن حلمي في اي مكان طبعا كفايه اخلاقه العاليه جدا، وانا عامه مرتبطني بيه علاقه اخويه جدا طبعا. سعيد بوجود كابتن حلمي معانا في الاستوديو، وان شاء الله يبقى استوديو كويس ان شاء الله النهارده، ومتعنا بتحليله وكالعاده نستفاد منه طبعا. الله يخليك باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد يوسف منورنا النهارده حبيبي. الله يخليك كابتن، منور بيك وطبعا ضيفنا الجميل الكابتن حلمي، ومش هزود طبعا على الكابتن علاء قاله ولا اللي حضرتك قلته، ويمكن انا الكابتن حلمي بيربطني على طول بحاجه، يعني هو صديقه الصدوق الكابتن طه بصري. وهو الله يرحمه طبعا مرحمه. نجم من نجوم نادي الزمالك، وكان نفس الجيل مع الكابتن حلمي. فمن الناس اللي يعني يشهد ليهم بالكفاءه الفنيه والاخلاق العاليه جدا، ودائما لما بقابله او بكلمه بيفكرني على طول بالكابتن طه، لان هو كابتن طه ليه مسيره
طويله معايا، وكان محلل معانا هنا برضو في قناه الاهلي. طبعا 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 برضو كان في فتره من الفترات في الاستوديو التحليلي انا وهو صحيح. فمنورنا، وطبعا زي ما قال الكابتن علاء اكيد هنستفيد بارائه الفنيه والتوقعات بتاعته. ممكن نرحب كابتن عادل مصطفى؟ ممكن لو عندك وقت. اهلا بيك يا كابتن، برحب بيك وكباتن الكبار، وبرحب طبعا بكابتن حلمي سكر عادل استاذنا، ويعني بصراحه مثال يحتذى بيه دلوقتي. محتاجين الناس كلها تتعلم من الرقي والتعامل والاحترام. وطبعا انا بتشرف ان انا موجود مع كابتن حلمي قامه كبيره جدا في التدريب، وان شاء الله يبقى يوم جميل. يعني على فكره ده مش جديد على كابتن حلمي، وكابتن حلمي طول عمره كده الله يخليه يعني والله اخلاقياته ما اتغيرتش يمكن من 40 سنه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وكرم من عند ربنا، وبشكركم واكيد يعني بنستفاد منه في كل حاجه. بشكركم جدا على الكلام الجميل اللي انا يمكن ما استحقش 10% منه. لا بالعكس، لو نتكلم بالحق يعني حضرتك تستحق اكتر من كده. الله يخليك طبعا، ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك. في البدايه عايزين نتكلم على، قبل ما نتكلم على النواحي الفنيه، طبعا حضرتك كابتن حلمي عايشت لقاءات القمه كلاعب وكمدير فني. ايوه احكي لنا عن ذكرياتك واهم الذكريات كلاعب وكمدير فني. لا كان اول ماتش هلعبه قدام النادي الاهلي مثلا يعني كان سنه 75، وكان مدربنا 74، كان مدربنا مستر بابي، كان مدرب اجنبي الماني ايوه، وكان مدربنا. وفاكر كويس قوي ان هو عمل لنا المحاضره في الاستاد، استاد القاهره، في المدرج بتاع استاد القاهره. ما كانش فيه معسكرات قبلها؟ لا كان فيه معسكرات، ولكن هو حب ان احنا نعيش الاجواء ويشيل من علينا الرهبه. ويعني جابني كده وقال لي تعالى انت هتلعب على مين؟ قلت له هلعب على كابتن فتحي مبروك. قال لي انزل قول له انا حلم طولان النهارده، انا جاي عشان اكسبك زي ما بقول لك كده. فكان بيحمسنا بطريقه لذيذه جدا. والماتش ده لعبته وتعادلنا 0-0 في الماتش ده. فاكر انا كويس قوي الماتش ده يعني. وانا مدرب طبعا كان يمكن ليا تجربه مع مستر اوتوفيستر في من 99 ل 2002. لعبت النادي الاهلي 5 مرات، كسبنا 3 وتعادلنا مرتين، ومشيت قبل ماتش 6-1 بحوالي 10 أيام. يعني مشيت بشكل مش حلو من نادي الزمالك، حتى اللي مشاني طالع يقول احنا مشيناه عشان اللعيبة مش عايزاه، وبعد الماتش قال لك احنا مشيناه ان اللعيبة اتأمرت مع حلم طولان على نادي الزمالك. فيعني منتهى التناقض طبعا. فدي ذكرياتي يعني مع النادي الاهلي كمدرب وكلاعب. برضو كمدرب مع الأندية المختلفة بقى طبعا لعبت النادي الأهلي كتير. ليه كان ليه الحظ أن أنا أفوز مرتين، مرة مع حرس الحدود 3-0، ومرة مع الاتحاد السكندري 4-3 السنة الماضية السنة اللي فاتت. طيب هنكمل مع نجومنا، ولكن معانا مراسلنا المتميز شريف شعبان من استاد القاهرة، ومعانا مراسلتنا مريم سميح من أهل الجزيرة. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن أيمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويا رب بإذن الله قبل مباراة القمة يعني بساعات قليلة جدا يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي، وقمة 120 تكون من نصيب النادي الأهلي، ويكون الليلة النهاردة حمراء بإذن الله. يمكن من مدخل اللاعبين من استاد القاهرة الدولي، طبعا استاد كبير جدا، مدخل اللاعبين يمكن خلاص بتتكلم في 4-5 دقائق 7 دقائق بالكثير قوي، ويكون متواجد طبعا النادي الأهلي ونادي الزمالك في مباراة بإذن الله نتمناها بإذن الله تليق باسم الكرة المصرية، وبإذن الله طبعا زي ما تمنيت فوز النادي الاهلي اليوم. يمكن كل في انتظار وصول الفريقين اللي خلاص هم في الطريق استاد القاهره، بيستعد طبعا للمواجهه القويه جدا بالاجراءات الاحترازيه القويه. الكل هنا بيتاهب لوصول الفريقين اذا كان الاهلي او اذا كان الزمالك. الحكام وصلوا منذ قليل وتوجهوا على طول الى غرف خلع الملابس، ويمكن توجهوا ايضا الى ارض الملعب تفقدوا يمكن في خلفي الان اتوبيس او حافله نادي الزمالك، يمكن وصلوا يمكن قبل ميعادهم بحوالي 3 دقائق. وزي ما قلت لك النادي الاهلي في طريقه، يمكن زميلي طبعا المصور لو زي احنا على الهواء مباشره وصول فريق نادي الزمالك، وبعد قليل هيكون وصول النادي الاهلي اللي متمنى باذن الله زي ما قلت لك كابتن ايمن يكون الفوز حليف النادي الاهلي، ويعملوا مباراه النهارده تليق باسم مصر كلها قدام الجاليه العربيه طبعا اللي بتشاهد العالم العربي كله بيشاهد الكلاسيكو العرب الاهلي والزمالك. معاك كابتن ايمن لو في اي استفسار. حد عنده استفسار يا شباب؟ مفيش حد عنده استفسار؟ لا.
شكرا حبيبي، الف شكر. شكرا شريف. ونروح لمراسلتنا في اهلي الجزيره مريم سميه. مساء الخير يا مريم. مساء النور، برحب بيك كابتن ايمن طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وحابه ان انا اجدد التحيه على كل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا احنا متواجدين هنا منذ الصباح في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهو المقر الرئيسي اللي طبعا كل الناس او كل مشجعي النادي الاهلي واعضاء ورواد النادي الاهلي بيفضلوا ان هم يشاهدوا المباريات كلها هنا. ولكن طبعا مباراه استثنائيه، مباراه القمه ال120، طبعا مشجعي النادي الاهلي ورواده كانوا يعني مشتاقين للعوده مره اخرى. المباراه الاولى بعد يعني بدء الدوري، المباراه الاولى بين الاهلي والزمالك، اجواء استثنائيه بصراحه يا كابتن. يعني زي ما حضرتك شايف خلفي، احنا متواجدين امام الشاشه العملاقه طبعا في وسط النادي. طبعا كل الاعضاء يعني في عيونهم حاله من الاشتياق للعوده مره اخرى لمشاهده المباراه داخل النادي، اللي اكدوا طبعا ان هم بيكونوا متفائلين جدا علشان يكون في انتصار طبعا وعوده للنادي العظيم والفريق العظيم فريق النادي الاهلي. طبعا شفنا وشاهدنا مشاهد حلوه جدا من كل الاعمار السنيه متواجدين معانا هنا داخل النادي طبعا حتى بدء المباراه في الساعه 9 مساء ان شاء الله باذن الله. يمكن كان في الاطفال كمان جايين مرتديين تيشرت الاهلي هم ويعني اهاليهم، طبعا حالة من الحماس الكبير جدا بيشهدها وبتشهدها أروقة النادي في كل مكان. ولكن تحديدا خلفي يعني يمكن المشهد حتى انعكس علينا احنا شخصيا كفريق شاشة النادي الأهلي، ان احنا متحمسين ان احنا نشاهد المباراة مع جمهور النادي الأهلي ومشجع النادي الأهلي. طبعا يعني كل الناس واخدة إجراءاتها الاحترازية، النادي مسؤول النادي كان عندهم يعني حرص كبير جدا يا كابتن انه يتم تطبيق الاجراءات الاحترازيه، وده طبعا اللي موجود واللي الاعضاء كمان ساعدوا ان هو يكون موجود برده داخل النادي. يمكن كانت دي ابرز الاجواء اللي احنا شاهدناها، ومستمرين معاكم في التغطيه على مدار اليوم، وان شاء الله يكون الانتصار هو حليف يعني النادي الاهلي باذن الله. عوده اليك مره اخرى. شاكرين جدا مريم، وان شاء الله متواصلين معاكي حتى نهايه المباراه. زي ما عرفنا من زميلنا المتميز شريف شعبان ان اتوبيس نادي الزمالك وصل بسلامه الله لاستاد القاهره، والكل مستعد باذن الله الاهلي والزمالك. كابتن عادل مصطفى، كان ليك تجربه يمكن مع مستر مانويل جوزيه وانت لعيب في مباراتين للاهلي والزمالك، قول لي يا ترى ايه الاجواء بقى قبل الماتش ولما لعبت المباراه؟ وانا كان عندي مباراه مع بونفرير بس ما شاركتش فيها، ومباراتين مع مستر مانويل في الولايه الاولى. شاركت في مباراه الدور الاول والدور الثاني، كانت مباراه 6-1، ومباراه 6-1 دي يعني كان ليا شرف ان انا موجود فيها، ان من يعني المباريات المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. كان في حاجات كتير جوه المباراه يعني الواحد تاثر بيها بعد كده، حتى لما بدات اشتغل في التدريب. المباراه دي فيها دروس كتير جدا، وفيها مواقف كتير جدا يعني تبدأ تشتغل عليها. يعني أول حاجة فيها إن أنا المباراة دي علمتني إن المعطيات اللي قبل المباراة مش هي الأساس. إن قبل المباراة دي كان لو بتتكلم مثلا جمهور الكورة في مصر 60 مليون ولا 50 مليون، كان منهم 40 مليون متوقعين إن الزمالك يكسب، بما فيهم لعيبة الزمالك وبما فيهم جزء من لعيبة الأهلي. كان الفترة دي لعيبة الزمالك كانت أجهز شوية معنويا، وكان يعني مش كان هم أفوق مننا في الفترة دي. أيوه. وحتى جمعتني أنا وحسام غالي بالليل يوم المباراة مكالمة بجمال حمزة طول الوقت، يعني هما بيكسبوا واحنا هنكسب، احنا هنكسب، والناس كلها بتتكلم ان احنا هنكسب. والمباراة دي ملهاش اي علاقة يعني مباراة 6-1 من اكبر نتائج في تاريخ المباراة الناديين، ولكن ما قبل المباراة كل المعطيات بتقول ان الزمالك هيكسب. وفي موقف تاني جوه الملعب، وهو النتيجة 3-1، مستر مانويل قال لي قوم سخن، ورحت مع كابتن اسامة عربي ورا الجول فعلا بسخن. حتى في الجول ده بيبو راح لنا يعني، وانا قبل يعني خلاص كابتن مستر مانويل قال لي بسرعه عشان هتنزل. كان 3-1. كنت هتنزل مكان مين؟ كنت هنزل الثالث في نص الملعب. كان ابراهيم سعيد وحسام غالي، وانا كنت هنزل معاهم ثالث في نص الملعب. ايوه. اول ما الجون الرابع جه راح مغير التغيير على طول. الاهلي قال لي معلش، راح جايب كابتن وليد صلاح الدين وبدا يشتغل بقى شغل ثاني خالص. يعني هو بدا يعني التغييره كانت هتامن، كانت 3-1 وتامين، بدات تروح بقى لاتجاه ثاني خالص ان هو بيفكر في حاجه ثانيه. فدي بصراحه من المواقف اللي يعني اللي اتعلمتها منه في المباراه دي. مواقف كتير جدا، انك ازاي
تخاطر حتى وانت كسبان 3-1 جبت جول، طبيعي ان واحد تاني هيأمن. أي. فهو فكره راح لاتجاه تاني خالص بصراحه ما كانش حد يتوقعه، يعني حتى لا احنا كلاعيبه ولا كجمهور حد يتوقع ان المباراه كانت تطلع بالشكل ده. فدي كانت ذكرياتي مع القمه. يعني شايفين اتوبيس النادي الاهلي وصل لاستاد القاهره في الطريق ان شاء الله قريب من استاد القاهره. كابتن عادل انت كلمتني على الناحيه الفنيه قبل المباراه، يعني المباراه دي ملهاش مخيز زي ما بيقولوا، ولكن انا عايز اقول لك اضيف لك حاجه كمان، حتى اثناء المباراه مش شرط الاحسن هو اللي يكسب. طبعا طبعا، يعني مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص وليها مذاق خاص وليها جوه الملعب نفسه جو خاص مختلف تماما. جو مختلف والتركيز لازم يبقى طول الوقت، ما ينفعش مزبوط. تركز جزء المباراه وجزء تاني لا. مزبوط. وبالك مباراه 6-1 دي لو جيت قسمتها هتلاقي ان الزمالك احنا جبنا جول في الاول والزمالك دخل مباراه تاني وضيع كورتين. مزبوط. وبعد كده سجلنا بعد كده مسجل. صح. فمعطيات المباراه مختلفه، ومباراه تانية خسرناها 2-1 كنا احنا احسن جوه الملعب وخسرنا. أي. فهي يعني ليها علاقه بالتركيز برضو قوي جوه الملعب. مزبوط. انك طول الوقت مركز وان يكون في حوافز طول الوقت، في حافز من المدرب طول الوقت، ولازم يكون في لعيبه كبار جوه الملعب طول الوقت بتشدك، لو في لعيبه صغيره لازم طول الوقت يعني انت تسامع على طول الوقت ان في حد بيكلمك. المباريات دي معظمها كلام، معظمها 70% و80% منها كلام جوه الملعب، ان كان في جمهور وفي اصوات كتير جدا، فلو اللعيب اللي جنبك ما كلمكش ممكن الامور تبقى مش سهله بالنسبه لك. يعني كابتن علاء انت كنت من ضمن اللعيبه المميزين جدا في ماتشات الاهلي والزمالك وكنت هداف ما شاء الله، يعني يمكن انا لما انت كنت بتجيب جول ومثلا بتبعد شويه انا اقرب اقول يا رب علاء ما يجيبش النهارده وحد ثاني يجيب، وبعدين في الاخر خالص تعادلنا بين 4-4. قول لي اهم ذكرياتك ايه عن الاهلي والزمالك. ده بس انت كنت راس حربة انا كنت واقف في النص. ايوه صحيح. ماشي انت تكسب. انا عندي برضو بونص عليك. لا انا عندي اول مباراه ليها ذكر طبعا اكيد كل الاهلاويه فاكرينها والزمالكاويه يمكن قبلهم، مباراه الهدف الملغي بتاع كابتن حسن شحاته. طبعا دي كان اول مباراه ليا، يعني كانت والله اول مباراه ليا دي لعبتها. لعبتها بدات بيها بس حصل سؤال بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. هدف ولا مش هدف؟ هدف. ده هدف يا كابتن. لا طبعا حلمي لازم. لا هدف يا كابتن. ايوه كده. لا المباراه دي اولا صعوبتها في حاجه دايما ان احنا كان يكفينا تعادل او مكسب نفوز بالدوري، الزمالك كان لازم يفوز عشان يكسب الدوري، وكانت صعبه جدا المباراه، صعبه جدا، وكانت اول مباراه ليا في مع الـ مع الـ مع نادي الزمالك. بس نحذف سؤال الكابتن حلمي من الموضوع طبعا. انا معاك احذفه طبعا. المباراه كانت صعبه جدا عليا، بس يعني طبعا في حاجه بتفرق في المباراه دي او مع الجيل العظيم بتاع النادي الاهلي ده، انك اول ما تخش مع الجيل ده ايمن كل حاجه بتروح خلاص، يعني نازل مباراه انت عارف مباراه مصريه، وانا كان عندي حوالي 19 20 سنه بكتير او اكتر واحد في الملعب، والامور صعبه جدا، بلعب قدام اتنين طول عمر بحب اتفرج عليهم وانا صغير، طبعا لسه كنت في الحومديه وكده، كنت بعش حاجه اسمها كابتن حسن شحاته، كنت فاروق جعفر اتفرج عليهم، لازم اتفرج على الزمالك عشان هما الاثنين بس، ماليش دعوه بالنتائج وكده. وطبعا الحمد لله ربنا كرمني بقى لعبت مع جيل عظيم في النادي الاهلي، مش عايز اقول اسم انهم كل واحد فيهم حاجه اسطوره لوحده. فتخيل انا نازل الملعب برده في سنه رهبه، بس هو بالظبط يا ايمن انا حطيت رجلي في الملعب خلاص كل حاجه انتهت. مظبوط. لكن المباراه كانت ماشيه حلوه قوي، وحتى كنت انا وكابتن حلمي بنتكلم الوقت كنا قاعدين فوق بنتكلم كابتن حلمي بنقارن كده مقارنه سريعه قوي بين زمان كانت الروح عامله ازاي بين اللعيبه ودلوقتي، لكن طبعا الامور اختلفت خالص، لكن دي من الذكريات طبعا اللي بتحضرني في اول مباراه. وبعدها بقى سنه 84 حرصت هدف مع كابتن محمود السياسي الله يرحمه وكسبنا بيه المباراه 1-0، كان اول هدف ليا مع الزمالك قبل بقى الاربعه اللي بينه وبينك. كابتن حمد يوسف حضرتك زي الكابتن حلمي بالظبط، يمكن حضرت مباراه القمه كلاعب وكمدير فني. مظبوط. اهم ذكرياتك بقى عن المباراه. ذكرياتي وانا لاعب يعني يمكن اول مباراه كنت لعبتها قدام الزمالك كانت في استاد الكليه الحربيه وخسرنا 1-0 مع بهدف ايمن منصور. ايمن منصور. هدف ايمن منصور. ده كان تقريبا 90-91 على ما اتذكر، لكن على مدار 10 سنوات الحمد لله، يعني فتره التسعينات كانت فتره بالنسبه لنا كانت فتره كويسه محببه لينا، يعني جيل التسعينات كلها انتصارات طبعا، كابتن علاء كان موجود وبعد كده وحضرتك برضو كلها انتصارات. يمكن قعدنا ناخد 7 سنين دوري، خسرنا مباراه يعني انا اتذكر غير المباراه دي خسرنا مباراه اخرى السوبر طبعا على اللي هو كان في جوهانسبرج، وخسرنا مباراه اخرى 2-0 كانت في الدور الثاني، كسبنا 3-0 الدور الاولاني وخسرنا 0. غير كده بقى كان فوز لينا والتعادلات على مدار الفتره بتاعه التسعينات كلها. ده كلاعب. كلاعب. كمدير فني
كمدير فني لعبت لعبت قدام الزمالك 2013 ده بطوله افريقيا. كان نادي الزمالك معانا في دوري المجموعات. كنا احنا ونادي الزمالك وكان اورلاندو بايرتس وكان ليوبار. ايوه الكابتن حلمي. الكابتن حلمي كان هو المدير الفني ساعتها في نادي الزمالك. ماتش 1-1 وماتش 1-1 صح كان في الجونه. وماتش 4-2 كان المجموع الدور الثاني 4-2 كسبنا. كان الكابتن حلمي هو المدير الفني. وتعادلنا الدور الاولاني احمد جعفر كان في الجونه. احمد جعفر سجل في اول 4-5 دقائق كده تقريبا. وبعد كده ابو تريكه حازم امام. لا لا 1-1 في الجونه. حازم امام لا مش حازم بقى اسمه الباك رايت عمر جابر. وتعادلته ببنالتي وتعادلنا احنا ببنالتي بتاع ابو تريك. أيوه. الدور الثاني بقى كسبنا 4-2. أيوه. كان عبد الظاهر اهداف بقى احمد عبد الظاهر وليد سليمان وابو تريكه واحمد فتحي. ايوه واعتقد المباراه دي كانت من المباريات المهمه جدا جدا لان كانت تفرق معانا احنا ونادي الزمالك. اللي هيكسب المباراه دي هيحسم التاهل. ايوه فكانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا بنقطه واحده يعني. فالحمد لله وفقنا كسبنا خدنا الثلاثه بونت ورفعنا رصيدنا ساعتها ل 10 نقاط. وكان فاضل لنا مباراه مع اورلاندو بايرتس في دوري المجموعات عشان نتاهل اول وتعادلنا معاهم 0-0. فالحمد لله يعني ذكرياتي مع نادي الزمالك ذكريات طيبه. الحمد لله ذكريات طيبه. وبص الكره دايما اهلي وزمالك في مصر وحته الديربي وحته المنافسه والكابتن علاء قاله ان عايزين نرجع تاني للعلاقات الحلوه والمنافسه جوه الملعب. اوكي بس يبقى الاجواء وما حول المباراه بينتهي بنهايه 90 دقيقه ايا كان مين كسب، لكن يبقى العلاقات الطيبه ويبقى ان احنا بنتكلم على الجانب الثاني او المنافس بتاعنا بشكل محترم وشكل يليق بيه. لان في النهايه هي الكره المصريه اهلي وزمالك وبعد كده بتيجي بعديها بمساحه الانديه المنافسه الاخرى يعني. قبل ما نكمل كلامنا هنروح لاهلي مدينه نصر ومراسلتنا نورهان تمان ونطمن على الاجواء هناك. مساء الخير نورهان. مساء الخير يا كابتن ايمن ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت القمه هنا من مقر النادي بمدينه نصر. طبعا احنا على بعد خطوات او يعني يمكن مسافه قصيره جدا من استاد المباراه. هنا الكثافه الحضور الجماهير بيزيد يعني وقت عن الثاني مع اقتراب يعني ميعاد المباراه. يمكن كمان الأعمار مختلفة، الأحاديث الجانبية كتير جدا حوالين توقعات عن لنتيجة المباراة يعني. ويمكن كمان ما بيخلوش منها الحاجات الطريفة اللي هو فايلر هيبدأ بمروان محسن ولا لا ده هيبدأ بباجي يعني. حاجات كتيرة جدا كانت من ضمن الأحاديث الجانبية هنا لأعضاء النادي. يمكن زي ما قلنا في تجمهر كمان كبير على قدام شاشة العرض اللي مفروض إن شاء الله هتذيع المباراة يعني. دي معظم مشاهد الأجواء هنا. كمان في عندنا الأعضاء يعني يمكن متفائلين قوي يعني، يمكن شايفين تفاؤل كبير جدا ما بين الأعضاء إن شاء الله. ويعني بإذن الله إن شاء الله ربنا يوفق النادي الأهلي يا رب إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا نورهان وإن شاء الله على تواصل معك حتى نهاية المباراة. شكرا كابتن حلمي. طبعا كلنا متابعين الأهلي والزمالك في مباراة السابقة وبعد العودة. شفنا المباراة اللي فاتت نادي الزمالك مستر كارتيرون تقريبا يعني لعب يعني 6 أو 7 من الناشئين، ولكن تحس ان هو تركيزه كان منصب على مباراة اليوم. التركيز ما كانش منصب قوي على مباراة مصر. وهو طبعا اتعادل. يمكن كان عنده امل ان هو يكسب بالمجموعه ديت. ولما الشوط الثاني نزل 3-4 بس ما لحقوش يعملوا حاجه، ولكن تحس ان هو عايز ماتش النهارده وطمعان في ماتش النهارده. يعني انا يمكن بختلف في وجهه النظر مع مستر كارتيرو. اولا احنا لسه بادئين الدوري ولسه بقالنا 5 شهور ما بنلعبش، وكل فرق مصر بعيده تماما عن المستوى الفني ومستوى لياقه المباريات. فأنا كنت أتمنى إن هو يشرك التيم عشان يجهزوا أكتر، لأن مع مرور الوقت وتتالي المباريات التيم بيدخل في لياقة المباريات، بالمستوى بيرتفع من الماتش إلى الثاني، لأن البعد عن المباريات وعن المنافسة
ده بيقلل كتير جدا من المستوى الفني والمستوى التكتيكي والمستوى البدني، بيقلل بشكل كبير جدا. لكن تتالي المباريات ولعب المباريات بيساعد على اكساب لياقة المباريات والدخول في جو المباريات والارتفاع بالمستوى الفني والبدني للاعبين. انا كان نفسي يلعب بالتيم اللي هيلعب بيه قدام النادي الاهلي، وبعدين يغير يدي 2-3 من الاولاد الصغيرين للفرصه بتاعتهم. لكن هو عمل عكس اللي المفروض يتعمل. لو انا مكانه كنت هعمل كده. يعني لو انا مكان مستر كارترون، وطبعا صاحب الراي الاول والاخير، لكن لو انا مكانه كنت هعمل كده، كنت هلعب بالتيم عشان اجهزه اكتر، يبقى لائق اكتر فنيا وبدنيا ويكتسب لياقه مباريات اكتر، وبعدين اغير في الشوط الثاني اخر نص ساعه اخر ثلث ساعه اريح المجموعه. لكن هو ليه وجهه نظر تحترم وانا بحترمها تماما يعني. وطبعا هو كان بيفكر في ماتش النادي الاهلي وهو بيلعب الماتش ده، مفيش شك يعني. هو من وجهه نظره بيريح المجموعه، مع ان في مجموعه جايه متاخره زي بن شرقي وأوناجم جايين متاخرين جدا، اوباما جاي لسه يدوب داخل، فكنت اتمنى ان هو يشرك الناس ديت عشان يكتسبوا لياقه اكتر يعني. وحضرتك كمدير فني لما بيبقى عندك مباراه بتركز كل تركيزك بنسبه 100% في المباراه ديت طبعا أكيد. ولا لو كان عندك مباراه مهمه بعدها برضو المباراه دي بتاخد تركيز منك شويه؟ والله حسب توقيت المباراه. يعني هل المباراه دي جايه بعد عدد كبير من المباريات والفريق بتاعي فورمه كويسه واخشى عليها من الاجهاد وبوفر مجهودهم للمباراه اللي جايه، ولا لسه في بدايه موسم وبعد 5 شهور توقف وانا محتاج اكسبهم لياقه المباريات والفتنس والمستوى ارتفع بالمستوى الفني والتكتيكي ولا لا؟ فبتتوقف على هلعب امتى. أيوة. وهل هلعب بدري ولا هلعب متاخر بعد 10 15 ماتش ولا بعد 10 ماتشات؟ فديت ليها حسابات ودي ليها حسابات. كابتن عادل هنتكلم عن تأثير الغيابات وإصابات لاعيبة النادي الأهلي في مباراة القمة النهاردة، ولكن بعد هذا الفاصل. كنا بنتكلم على ان مستوى الفرقتين تقريبا متقارب بعد فتره الغياب الطويله ديت، ما فيش فروقات كبيره قوي، ولكن هل غيابات واصابات النادي الاهلي تاثر عليه ماتش النهارده؟ طبعا غيابات مؤثره، ان لعيبه مؤثره يعني لعيبه مش بتشارك على فترات، لا لعيبه مؤثره وليها دور في الملعب ورجليها في الملعب على طول. بس انا شايف يعني عندي وجهه نظر في الغيابات دي ممكن تبقى حاله ايجابيه النهارده، خلقت لك حاجه جديده لمباراة الوداد. طبعا الناس كلها بصت النهارده، اعتقد برضو مستر فايلر ممكن يستغل المباراه دي لمباراه الوداد، ان هي مباراه مشابهه. النهارده النادي الاهلي هيدخل مباراه عنده احتمالين، ممكن يتعادل ويثبت فرق النقاط بينه وبين الزمالك المنافس الاقرب ليه، وعنده احتمال تاني انه يكسب ويبعد بالمنافسه، فعنده احتمالين. نادي الزمالك ما عندوش غير احتمال واحد، احتمال ان هو يكسب عشان يبقى موجود على الاقل في الصوره،
ولو انه هو عمل اعتراف ضمني المباراه اللي فاتت ان هو مش عايز بطوله الدوري، عنده اتجاه تاني ان هو يكسبك. ومباراه الاهلي والزمالك طول الوقت بتبقى مباراه بطوله لوحدها وبطوله خاصه، وعندها مذاق مختلف عند الجماهير، وعندها المداعبات بين الجمهور، والامور بتبقى فيها شويه مختلفه عن بطوله الدوري كلها. يعني دي حاجه، وفي بطوله تانية. فاعتقد الزمالك هيشتغل على الاتجاه ده. نادي الاهلي انا شايف ان المباراه اتخلقت بمواصفات ممكن تساعدك في مباراه الوداد. المباراه الوداد اعتقد فيها مواصفات نفس الشيء، هتبقى محتاج تلعب على فرقه بتلعب، عندك احتمالين، احتمال ان تطلع بنتيجه ايجابيه او تكسب. ده ممكن تعمله النهارده، ممكن تطبق الشكل اللي انت عايز تشتغل فيه في مباراه الوداد مع فرق التفاصيل طبعا بين الفرقتين. مش الطريقه هي اللي هتحدد لك كل حاجه، لكن تفاصيل المباراه، تفاصيل مفاتيح اللعب، تفاصيل الحاجات المهمه عند كل فرقه، هي دي اللي هتحدد لك شكل المباراه. ولكن النهارده طبعا الغيابات هتاثر، ولكن النادي الاهلي طبعا طول الوقت طول دايما متعودين ان هو الاهلي بمن حضر. ممكن تلاقي حد مش موجود خالص في الصوره وتلاقيه بيأدي بشكل كويس جدا. مباراه 90 دقيقه، مباراه مش ما قبل وما بعد، يعني ما تقدرش تقول ان قبل المباراه مين احسن زي ما اتفقنا في اول الاستوديو مين احسن فهيكسب. لا، المباراه دي جوه ال 90 دقيقه، اللي بيبقى منظم اكتر، اللي بيبقى عنده الدوافع اكتر جوه الملعب. فيعني على الورق الغيابات مؤثره، ولكن اعتقد جوه الملعب بالروح وبالالتزام اعتقد ده كل ده بيقل. وانا عندي كمان حاجه تانية، يعني انا عندي قناعه شخصيه ان طول الوقت طول ما انت بتفتقد عناصر مهمه عندك طول ما تركيزك بيزيد، عكس ما يكون انت كامل العدد. لما تكون كامل العدد كل الناس مستنيه انك هتعمل حاجه احسن. فشويه المدربين لما بقى عندهم الاكسكيوز اللي هو بتاع انت عندك غيابات كتير، بيديك دافع انك تفكيرك اعلى، بيزيد انك تخلق دوافع للعيبه، تخلق حلول تانيه للعيبه، وفي نفس الوقت اللعيب بيحس ان هو انا محتاج اعمل دور اكتر. فانا طول الوقت حتى لعيبه الاهلي او لعيبه المنتخب او كل اللعيبه المصريه لما بيحس ان هو اقل شويه او متاخد منه حاجه بيديك مردود اعلى، غير لما تكون انت كامل عدد. مباراه كامل عدد انا بقلق منها، واتفقنا ان احنا مباراه 6-1 ومباراه كتير جدا، ومباراه ام بي اللي خسرنا فيها الدوري. انا مباراه ام بي دي طبعا هي بره القصه، بره السياق اليوم، ولكن مباراه ام بي دي برده كان بالنسبه لي احنا في جزء من الناس كانت رايحه محتفله بالمباراه او بتحاول هنحتفل ازاي بعد المباراه. فدي من الحاجات اللي اتعلمتها، ان طول ما انت عندك غيابات لا بتديك دافع، وانا شايف ان ده هي الدافع للنادي الاهلي النهارده. بما اننا بنتكلم على الغيابات كابتن علاء، بالنسبه للنادي الاهلي غيابات كتير، وهو كابتن عادل قال قد تكون مش مؤثره ولكن ممكن تعمل اثر، بالعكس تعمل اثر ايجابي للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي النهارده. انت شايف من وجهه نظرك ان ممكن مستر فايلر النهارده يغير في طريقه اللعب بناء على الاصابات اللي عنده؟ مش هيغير كتير. وعلى فكره يمكن لما تفهم عاده الاصابات انا شايف ان هي مش مؤثره التاثير اللي هو كبير قوي. لعيبه دايما النادي الاهلي عنده نجوم كل مش النجوم ال11 او الناس الموجودين على البنج، لا الفريق كله نجوم. عشان كده لو عندك اي مشكله او اي اصابات او اي ايقافات انا من وجهه نظري مش شايف في مشاكل. اللي هيلعب النهارده هيأدي وأدي كويس جدا، اللي بيلعب يعني اللي غايب نجم واللي موجود نجم كمان. دي من سمات الفرقه الكبيره يا ايمن، دايما كده فرقه كبيره دايما في كل العالم، مش في مصر بس. دايما فريق كبير ما يتاثرش باصابه واحد او اثنين او ثلاثه، غير اللي هو يعني حاجه اللي هو مثلا واحد احسن لعيب في العالم، اللي هي الناس اللي بتعمل الفرق الكبير قوي دي. لكن الناس اللي موجوده لا، انا شايف ان هي ممكن مش هتحس بفرق النهارده، خصوصا النادي الاهلي ما بيتاثرش بغياب نجم او اثنين او ثلاثه او حتى لو اربعه، ما ياما اجيال كلها بطلت، والنادي الاهلي هو النادي الاهلي وبطولاته بالمكاسب على طول، ما فيش مشكله. فانا شايف النهارده ان التاثير مش هتحس بيه. الشكل النهارده ممكن يبقى مستر فايلر، ما اعتقدش هيبقى غريب شويه، يعني هو نفس الشكل التكتيكي بتاع الفريق، ممكن بس الافراد تتغير شويه في الاماكن، لكن التنفيذ جوه الملعب هتلاقي فيه مهام جديده. لكن الشكل ككل لا، هو اكيد هيحافظ على شكل الفريق كشكل كامل ليه هو. أيوة. ما يقدرش يغير الشكل النهارده خالص ايمن. هو مش متعود يعمل كده على فكره، حتى لما كان بيجرب في المباريات السابقه لو احنا كنا موجودين في الاستوديو كان دايما بيبدا وبعدين نص ساعه 35 دقيقه وبعدين يبدا يرجع للشكل المعتاد تاني للفريق. فالنهارده لا، ما اعتقدش التغيير هيبقى كتير، ممكن تلاقي الشكل بس الرسم. لا، ما هو مثلا هو بيحب دايما يلعب مثلا 4-2-3-1 كويس. هل ممكن النهارده نلاقي الطريقه مختلفه 4-3-2-1؟ ممكن هتلاقي على الورق 4-3-3 كويس. ممكن وهي في خلال الشغل نفسه هتلاقي الناس اللي الاطراف دي لهم شغل تاني، لكن هو
هيحافظ على الشكل بتاعه اساسا هو، يعني ممكن تلاقي الثلاثه دول في واحد هو اللي قدام وتلاقي الاثنين هترجع الرسم تاني بتاعك انت. بس خلي بالك انا عايز اكلمك في ماتشات القمه ديت، يعني كنا بنقول زمان ايه معركه نص الملعب او معركه تكسير العظام، اللي بينقض على وسط الملعب واللي هو ليه افضليه في وسط الملعب بنحس ان هو اقرب ان هو يحسم المباراه. ده دي الكره ايمن على فكره، بغض النظر عن الاهلي والزمالك، هي الكره في العالم كله الناس بتتفنن ازاي تمتلك نص الملعب. نص الملعب هو بيديك الافضليه في كل حاجه دفاعيا وهجوميا، مبقاش نص الملعب مجرد اسامي واحد بيدافع بس واحد، لا 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 لا، الناس بتتفنن ازاي تسيطر على نص الملعب، تسيطر على نص الملعب ده هو اللي بيديك الافضليه في كل حاجه. حتى لو انت مش الاحسن قبل المباراه، لكن في مدرب مش هو احسن لكن هو بيعرف يسيطر على نص الملعب كويس قوي، يروح زاحم باربعه او بيلعب بطريقته العاديه 4-2-3-1 4-3-3 زي ما يكون، لكن كل الشغل على نص الملعب. نص الملعب هو اللي بيديك الافضليه ايمن في كل حاجه، ودايما حتى ما بتيجي الناس بتيجي تشتري لعيبه نص الملعب بتدور على لعيب اللي هو عنده اكثر من 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 مهاره، مش مدافع بس صرف اللي هو انا بفقدره في الحته الهجوميه، لا التفكير نفسه اتغير. كان زمان انا معاك طبعا كنت تلاقي واحد مدافع كده، وكابتن حلم اكيد اكيد لعب قبل بكتير قوي، فكان دايما كنت تلاقي واحد واقف في الدايره مدافع مدافع اللي هو ما يعديش نص الملعب. دلوقتي لا، الموضوع مختلف تمام، ازاي بتعمل خلطه في نص الملعب بتديك دايما افضليه في نص في الحته الدفاعيه، والحته الهجوميه بتحس ان في واجبات بس بحساب. دايما برضه هتلاقي واحد واجباته الدفاعيه اكتر، خصوصا الهجمه مرتده الكره الثانيه، لكن مش هتلاقيه واحد بس بيدافع ويقف على كده. كان محمد يوسف لو بصينا على خط دفاع الفريقين هنلاقي ان خط دفاع في النادي الاهلي اقوى دفاعيا كويس، ولكن خط دفاع نادي الزمالك اقوى هجوميا، بدليل ان محمود علاء مثلا في الكور الثابته بيطلع يجيب اجوال، هداف من ضمن هدافين فرقه هو مصطفى محمد، 5 اجوال للاثنين. فالكرات الثابته النهارده هل هتبقى مشكله معضله للنادي الاهلي؟ هو لو احنا اتكلمنا على قوه دفاع نادي الزمالك، انت يعني تفترض عبد الشافي عنده الحته الهجوميه بالزبط. مميزه، يعني بيأدي بشكل مميز فيها نظريا احسن من الدفاعيه. صح. بالنسبه لحازم امام في الجنب اليمين برضو من الباكات اللي هم طايرين، يعني زي هو وعبد الشافي. شويه عندنا احنا علي معلول اطراف الملعب، علي معلول في الحته الهجوميه مميز، الدفاعيه اكيد كارترون حافظ عليه كويس فهيرمي له حد ناحيته، لان علي برضو في الناحيه الدفاعيه والحاجات العكسيه والحاجات اللي بتبقى مقطوعه لجوه في ظهره لازم هيبقى فيه هنا حته، ولازم ايمن اشرف ياخد باله من الحته دي. كارترون برضو حافظ الفرقه محمود علاء نقطه هجوميه اولا في ضربات الجزاء، هو مسجل معظم اهداف الضربات الجزاء ومميز في حته الهدف. الكرات الثابته من خلال شغلي مع كارترون بيهتم جدا بالضربات الثابته، يعني ممكن جزء كبير جدا من تدريبه كرات ثابته دفاعيه وهجوميه، داخل فيها كورنرز بقى وفاولات جانبيه وفاولات اللي هي اللي على 18 وكده، بيهتم جدا بالحاجات دي. وممكن يكون ده من الحاجات اللي هيشتغل عليها النهارده بشكل كبير جدا، عنده محمود علاء، عنده فرجاني ساسي، عنده مصطفى محمد، الثلاثه دول في الحاجات القطع اللي على القريبه وبيعمل سكرين وأوباما يعني. برضو صح وأوباما من النوع برضو اللي بيعمل سكرين، يعني ممكن مثلا انت داخل فخلي حد يمسكك عشان واحد تاني يخش فري بالزبط. يعني لو حد ماسك ايمن شوقي مثلا او ما انا محضنه عشان واحد تاني، يعني بيشتغل شغل كتير قوي فيها وعنده تاكتكس كتير قوي فيها. فممكن تكون دي لو النادي الاهلي بمساكينه طبعا بنزول بقى بادجي، انت عندك بادجي من المميزين، او مروان محسن ايا كان اللي هيبتدي، عندك كمان جونيور اجاييه، عندك كمان الرباعي اللي ورا مميزين جدا، يعني النهارده اعتقد ان فايلر هيلعب بثلاثه، يعني هيلعب بحمدي فتحي وهيلعب بالسوليه وهيلعب بإليو ديانج، فالثلاثه دول مع ايمن اشرف وياسر ابراهيم دول برضو ليهم عامل كبير جدا في المسك في المراقبه، سواء في الفاولات الجانبيه سواء الكورنرز، الحاجات دي كلها لازم النادي الاهلي يبقى صاحي ليها، لان ممكن نادي الزمالك يحسم احدى هذه الكرات لصالحه يعني. طيب عموما نروح دلوقتي نشوف تقرير المباراه، الاهلي يبحث عن مواصله انتصاراته امام الزمالك. Oggi il derby di Getto Ahli con Zamalek. Forza Ahli 2-0. Today Ahli will win against Zamalek. Gol Ahli. Forza Ahli 2-0. Ahli 3-0. Ahli 2-0. Dai Ahli 2-0. Oggi il derby di Getto Ahli con Zamalek. Forza Ahli.
3-0 اهلي داي. زي ما شفنا جمهور الاهلي في كل مكان، ودي كانت توقعات جمهور الاهلي في ايطاليا، ويا رب النصر للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. كابتن حلمي، لو بصينا على اصابات نادي الزمالك وغياباتهم النهارده، عندنا عبد الله جمعه 3 انذارات، وتقريبا عبد الله ما بيشاركش بصفه اساسيه. شيكابالا ايقاف، امام عاشور ايقاف، وبرده يمكن الاثنين دول ما بيشاركوش بصفه اساسيه. لو اتكلمنا على النقطه دي واتكلمنا عن بدايه كارتيرون النهارده، هل هتكون بدايه هجوميه من اللي احنا شفناه في تركيزه الماتش اللي فات، ولا هيكون في تحفظ في البدايه؟ هو طبعا اي مدرب المفروض بيحط استراتيجيه لنفسه وللتيم بتاعه عشان يقدر يحدد الاهداف اللي هو عايزها والمطلوبه منه، وبعدين على ضوء هذه الاهداف وعلى ضوء الهدف من هذا اللقاء بيقدر يختار اللعيبه، طريقه اللعب، وبيقدر يختار اللاعبين اللي يقدروا ينفذوا ويوصلوا للهدف بتاع الاستراتيجيه بتاعته يعني. فانا شايف ان كارترون ما قدموش غير انه يكسب عشان يعوض عمليه تاخره في الدوري، دي نمره واحد. بالاضافه لان ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ده بطوله في حد ذاته للفريقين مش للزمالك بس، الفرقتين بيعتبروها بطوله، ولذلك هو النهارده في امس الحاجه لتعويض جماهير الزمالك واداره الزمالك واعضاء الزمالك عن تاخره في الدوري بالفوز على النادي الاهلي، ولذلك اعتقد ان هو اختياراته النهارده هتصب في الجانب الهجومي بشكل اساسي النهارده. لكن انا اتمنى وده اسلوبي فعلا يعني، ان وانا بهاجم ضروري افكر في الجانب الدفاعي ايضا، ما هاجمش وبس، ضروري امن دفاعاتي بشكل كويس وامن الجبهه اللي بتهاجم بشكل كويس عشان تحسبا للهجمات المرتده، وخصوصا النهارده انا سامع ان النادي الاهلي مكثف لعيبته في نص الملعب، بيلعب بثلاثه في نص ملعب حسب ما سمعت، بيميلوا الى الجانب الدفاعي بشكل اساسي، وده برضو الاستراتيجيه بتاعت مستر فايلر، حاطط اهداف للقاء وحاطط اهداف لنفسه وبيختار العناصر اللي تحقق له هذه الاهداف، وبالتالي ضروري مستر كارترون وهو بيهاجم وعايز يحقق اهدافه بالفوز النهارده بهذا اللقاء ضروري يامن دفاعاته بشكل كويس تحسبا لاي هجوم مرتد يعمله النادي الاهلي ان شاء الله. طيب احنا معانا دلوقتي تشكيل النادي الاهلي، نستعرض مع بعض التشكيل. كابتن محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، اثنين في القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ناحية الشمال علي معلول، ثلاثة في نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، قدامهم حسب الكلام اللي جاي لي محمد مجدي قفشة، واثنين قدام اليو بدري وجونيور اجاية. كابتن عادل مصطفى، تشكيل نادي الاهلي النهارده. يعني نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه مع كابتن يوسف وكابتن علاء من التسليم اللي فات، ان يبقى في ثلاثه في نص الملعب وهي الطريقه متغيره، ولكن ممكن يكون في ادوار ثانيه بقى في التفاصيل، في ادوار ثانيه اللعيبه تغير لك الطريقه دي وانت بتدافع وانت بتهاجم. فاعتقد هي على الورقه هتبقى 4-3-2-1، ثلاثه في نص الملعب. الفروقات بقى هتبان مين رقم 6، بادجي، ديانج، ولا حمدي فتحي، مين اللي واقف؟ وانا اعتقد ان حمدي فتحي هو اللي هيلعب 6، هو اللي هيلعب قدام الديفنس، ويبقى ديانج ناحيه اليمين، ان هو هيبقى موجود. اعتقد لو قدامه قفشه واجايه، قفشه هيدخل جوه الملعب وديانج هو اللي هياخد الحته دي اللي قدام هاني، هو اللي هيطلع في الحته دي كتير، ممكن ياخد فيها كور طويله، ممكن يبقى فيها جري من غير كوره في المنطقه دي. فهي دي التفاصيل 4-3-2-1، وكل مصر اعتقد متوقعه ده، ان النادي الاهلي هيلعب كده، ولكن ايه اللي هيبقى جوه الطريق، ايه الخطه بقى اللي موجوده في الملعب؟ ان ديانج هو اللي موجود على طرف من الاطراف، هيطلع على طرف من الاطراف، وانت بتدافع هل قفشه هو اللي هينزل مع عبد الشافي الاخر، ولا ديانج هو اللي هيطلع يقابله وتقلب 4-2-3-1 صريح؟ هيبقى الشكل اللي موجودين 4-3-2-1، ولكن وانت بتدافع ممكن تلاقي ديانج خرج
بره الملعب شويه قابل عبد الشافي ناحيه اليمين بقت 4-2-3-1 فهي ليها كذا كذا يعني كذا شكل جوه الملعب وده هنشوفه جوه المباراه ده ما تقدرش تتكهن بيه دلوقتي ولكن باللي كان باللي حصل المباراه السابقه ان ديانج على طول طول الوقت رجليه كانت واخده ناحيه اليمين في وقت من الاوقات لعب ثابت ناحيه اليمين وقت من الاوقات لما بقى لعبنا 2 في نص ملعب ثاني رجليه بقت تاخده برده ناحيه اليمين كتير بقى يشتغل في مش ممكن مجدي هو اللي يقابل عبد الشافي وارد بس انا شايف ان مجدي في اللونج سبرنت فيه عنده مشكله في الحاجات اللي فيها سيبك من امكانيات مجدي لو ما يجيش في بالك ان ممكن اللي يقابل عبد الشافي في الحته دي وارد مجدي صح وارد ويحافظ على نص الملعب بالثلاثه وارد زي ما انت قلت كده التشكيله وارد ولكن النهارده برضو في نقطه هتبقى مهمه جدا دور الاجنحه في الواجبات الدفاعيه ويس. في الاثنين اذا كان برضو ما جينا تشكيل الزمالك هتلاقي بن شرقي برضو موجود هيبقى عنده قصور في النواحي الدفاعيه مع علي معلول طبعا او مع مهاني هيبقى عندك مشكله في دي فقفشه دفاعيا على الطرف عنده مشكله يعني انا شايف ان هو مش زي جوه قلب الملعب جوه الملعب دي حتته ومنطقته فبيدافع فيها كويس لكن لما بتخرج على الاطراف بالذات لعيبه نص الملعب لما بيخرجوا على الاطراف كتير لو هم بدنيا مش عاليين قوي ونزعتهم الدفاعيه جامده يعني اكتر بيبقى عنده مشكله وشفناها المباراه اللي فاتت في الكوره اللي اتخبط فيها الشناوي لما طلع في لعيب دخل خبطه في ضلعه الراجل بيرفع كروس ومجدي بينه وبينه حوالي 5 6 متر وهو كان قريب منه بس سابه شويه فدي حاجات تديك مردود ان اللعيب ده لما بيخرج يدافع بره الملعب بيبقى الامور صعبه شويه فاعتقد ممكن دي تبقى تفاصيل يعني ممكن تبقى تفصيله ان ديانج هو اللي يطلع يدافع في الحته دي او حمدي فتحي يعني على حسب مين هيلعب فيهم سته فدي نقطه مهمه وممكن تلاقي قفشه موجود بيدافع على الديفندر من الديفندرين بيدخل جوه الملعب ممكن تلاقيه بدا يلعب مع طارق حامد او مع ساسي وهو يلعب مع طارق حامد اكتر يبقى هو اللعيب من الاثنين اللي تحت راس الحربه بس متاخر شويه متاخر مع لعيب ارتكاز من نادي الزمالك هي دي التفاصيل لكن 4-3-2-1 اعتقد يعني صعب ان هو يلعب 4-3-1-2 لو زي ما حضرتك قلت 4-3 وقدامهم قفشه واثنين قدام دي واثنين هتبقى دفاعيا مش هتبقى صعبه مركبه هيبقى فيها ادوار دفاعيه كتير مركبه واعتقد مستر بايلر دلوقتي مش محتاج حاجه مركبه قوي لسه ما يعني اللعيبه ما استوعبتهاش ايوه فانا شايف ان 4-3-2-1 هيبقى ليها مردود كويس ومردودها لمباراه برده الوداد انا مصر ان مباراه الوداد هتبقى بنفس الشكل ده ولكن ممكن افراد تبقى متغيره شويه هيرجع لك ناس من المصابين هيرجع لك ناس من الموقوفين فيعني التفاصيل هي اللي هتبين وده هنشوف في اللقاء يعني طب كابتن علاء طبعا احنا برده عندنا تحفظ شويه على التشكيله دي بالشكل ده في الملعب يعني انت ميال ان مجدي قفشه هيلعب ناحيه اليمين شويه هيرمي ناحيه اليمين ويلعب براس حربة ثابت اليو بادجي وجونيور هيميل ناحيه علي معلول ناحيه الشمال لانه برده زي ما كان عادل بيتكلم تكمله كلام عادل هو مش عايز يغير الشكل الهجومي بتاعه هو بس الناس يعني ثلاثه في نص الملعب لكن هي مش ثلاثه في نص الملعب في واحد دايما هيبقى ثابت لقدام واعتقد هتبقى الاولويه لعمرو السوليه وهيبقى اللي على الدايره او مستني على الدايره هو حمدي فتحي ايوه كويس قالوا ديانج هيبان ايمن في البدايه هو ميال ناحيه اليمين ولا ميال ناحيه الشمال لان لو هو بيفكر يلعب مجدي بنفس الشكل اللي مرسوم ده يبقى انا بتفق مع عادل اللي هيقابل ديانج اللي هيقابل ناحيه اليمين هو ديانج. وهيخلي مجدي مع الراجل المتاخر في نادي الزمالك قصدك اللي هيقابل عبد الشافي ديانج وهيخلي محمد مجدي اللي يحتفظ بيه بالحته المجهوده هيبقى يقابل الراجل المدافع اللي في نادي الزمالك اللي هو غالبا ممكن يبقى طارق حامد ويبقى ضاغط مثلا من تلت ملعب او حاجه لكن هي بس المشكله يعني الشكل الهجومي اللي انا متاكد منه ان هو مش هيفرط في الاطراف ان هو مهم جدا في وجود باجي عايز كورسات كتير يعني من عند علي اذا كان من عند مهاني او من عند محمد مجدي لو هيطلع ناحيه اليمين ممكن جونر اجي ممكن تلاقيه هو ناحيه الشمال هو برده دفاعيا ماشي في ثلاثه في نص الملعب مقفلين دفاعين كويس جدا مفيش مشكله لكن هي دلوقتي الناس كلها بتفكر شكلك الهجومي هيبقى ازاي بالظبط انت فاهمني صح. يعني هي زي الرسم كده هيبقى واحد وقدامه اثنين دي مستبعده شويه لان غالبا احنا يعني النادي الاهلي جرب يبقى اثنين راس حربه مش مفيده قوي دايما انت عايز راس حربه واللي يجي يتحرك من تحته واحنا متفقين كلنا بالاستوديو كابتن حلمي قبلنا ان اجايه لما بيلعب راس حربه لقدام بيبقى ظهر الرجول بيقل كتير جدا طبعا انت عايز دايما اجايه اما على طرف الاطراف باستخدام مهارته هايله مع معلول طبعا اكيد او راعي الملعب شايف صح بيقدر يتصرف كويس جدا نفس الميزه عند محمد مجدي مزبوط. فهي هي ايمن زي ما انا بقول لك كده هيستغل اطراف كويس هيستغل اطراف على قد ما يقدر ده اكيد انه مش عايز الحمل كله يبقى من بدري قوي على معلول
وعلى الجانب الاخر محمد هاني. لكن هي زي ما بقول لك هتلاقي السوليه هو اللي قدام ديانج وحمدي فتحي وانا ما اعرفش انا من وجهه نظري برضو مجدي هو اللي هيبقى ميال شويه ناحيه اليمين. طيب هنروح لاستاد القاهره مع مراسلنا فاروق صلاح ونشوف اخر مستجدات هناك. اتفضل فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لضيوف حضرتك الكرام من هنا من استاد القاهره الدولي والقمه 120. لا صوت يعلو فوق صوت القمه 120 ما بين الاهلي والزمالك. زي ما حضرتك استعرضت وضيوفك الكرام خطط اللعب وطريقه اللعب لكل جهاز فني سواء فايلر في النادي الاهلي او باتريس كارتيرون سواء لنادي الزمالك. منذ لحظات اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل اللي هيخوض به احداث اللقاء وهي الطريقه المعتاده والمحببه لباتريس كارتيرون 4-2-3-1. في حراسة المرمى محمد أبو جبل، في اليمين حازم إمام، في الشمال محمد عبد الشافي، اثنين مساكين محمود علاء ومحمود حمدي الونش، اثنين في دايرة المنتصف طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم مثلث هجومي مكون من يوسف أوباما على يمينه أحمد سيد زيزو، وعلى اليسار أشرف بن شرقي ورأس حربة مصطفى محمد. على مقاعد بدلاء نادي الزمالك في هذا اللقاء محمود جنش، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، إسلام جابر، محمد أنجم، حسام أشرف، عمر السعيد، كاسونجو كابونجو وأسامة فيصل. كان وصول نادي الزمالك إلى ملعب اللقاء في تمام الساعة 7:30، أيضا وصول طاقم التحكيم بقيادة إيفان بيبيك إلى أرض الملعب في تمام الساعة 7 يعني تفقد أرض الملعب هو وطاقم التحكيم وأثنى على ملعب اللقاء وشكر فيه واتكلم على جودة أرض الملعب المنظر والمشهد الحضاري اللي لقى استحسان الجميع. يبقى فقط التوفيق، نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه القمة، القمة 120. وقبل ما يعني ما ترجع الكلمة مرة تانية ليك يا كابتن أيمن، النهاردة القمة 120، عايز أذكر بحضرتك وأكيد هتتذكر هذا الأمر، القمة 60 ما بين الأهلي والزمالك كانت انتهت بفوز اللي كانت أقيمت يوم 22 إبريل عام 1987 وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفي النادي الأهلي كابتن أيمن شوقي بينما أحرز هدف نادي الزمالك جمال عبد الحميد. إن شاء الله يتكرر الانتصار النهاردة في القمة 120 ويفوز النادي الأهلي من جديد. تعود الكلمة إليك يا كابتن أيمن ولضيوف حضرتك الكرام. شكرا فاروق، ألف شكر. هنروح لشريف فؤاد من استاد القاهرة وتشكيل النادي الأهلي. تحية مجددة كابتن أيمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا. تشكيل النادي الأهلي زي ما توقعناه، في حراسة المرمى محمد الشناوي أمام اثنين سردباكين ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول، ثلاث ديفندرات في وسط الملعب ديانج والسولية وحمدي فتحي، في الأمام أجاييه وقفشة وراس حربة وحيد بجي. دكة بدلاء النادي الأهلي اليوم علي لطفي في حراسة المرمى، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، العربي بدري، وليد سليمان، جيلاردو، مروان محسن. يا رب بإذن الله، يا رب يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي ويضاف ثلاث نقاط جديدة لرصيد النادي الأهلي عشان نقرب خطوة كبيرة جدا من حسم اللقب. عودة لكم من جديد، تفضل. شكرا مراسلنا شريف شعبان من استاد القاهرة. كابتن محمد يوسف، الطريقة والتشكيل زي ما قال الكابتن علاء، يمكن المشكلة هتبقى في النواحي الهجومية، هل الطريقة دي بيغلب عليها شوية الطابع الدفاعي؟ الطابع الدفاعي في الأول ممكن، يعني هو ممكن يغير الطريقه من جوه الملعب، ان هو بيلعب بثلاثه ارتكاز هيبدا مامن. انت عندك على الاقل في 8 لعيبه تحت الكوره في اي هجمه عليه كويس. انت عندك الاربعه خط ظهر وعندك ثلاثه ارتكاز في وسط الملعب بيقدروا يلعبوا لا هيلعب ثلاثه، هيلعب حمدي فتحي سته ويمين وشمال سوليه وديانج. لكن في النهاية بيقدروا يؤدوا المهام الدفاعية بشكل كويس جدا، لأن ممكن كل واحد فيهم يقدر يلعب ستة. السولية رجله بتاخده لقدام شوية، لكن وإليو ديانج برضو، بس برضو يعني مأمن وسط الملعب. هو أنا أعتقد بيفكر في أن أنا أبدأ الأول، يبقى بادئ بصلابة يهمه يشوف الدنيا إيه الأول، والظروف طبعا الإصابات فرضت عليه التفكير ده. لكن في نفس الوقت عنده المرونة بتاعت جونيور أجاييه تديله، ممكن يلعب اثنين يعني ممكن يلعب قفشة وبادجي، وأنا أتوقع أنه هيبدأ كده، يبدأ بقفشة وبادجي سوري قفشة وجونيور أجاييه وفوق بادجي خلاص. وممكن في وقت من الأوقات وهو معاه كورة تتحول لاثنين، ممكن يبقى جونيور أجاييه يطلع راس حربة جنب بادجي ويبقى قفشة هو
حلقه الوصل اللي بتربط ما بين الثلاثه بتوع وسط الملعب، باكين الطرف لما هيتقدموا والراس حرب. النقطه اللي عايز كمان ااكد عليها ان وجود الثلاثه دول هيدوا حريه اكتر لعلي معلول ومحمد هاني. يمكن قبل كده لما بيلعب باتنين ارتكاز ممكن انا اخلي لو علي معلول بيتقدم اقول لمحمد هاني لازم تضم لجوه وما تتقدمش في نفس التوقيت اللي بيتقدم فيه علي معلول عشان تعمل البالانس في الدفاع، لكن وجود الثلاثه دول لا، ممكن يطير الباكين براحته. بس انا اعتقد ان محمد هاني هيكون مقل شويه في انطلاقاته الهجوميه النهارده. هو ما هو بص، اطراف نادي الزمالك انت عشان عنده زيزو، زيزو وبن شرقي الاثنين لعيبه كويسين، وعندك في نفس الوقت علي معلول لا يغفل هو ومحمد هاني في الحته الهجوميه. ليه؟ لان علي معلول هيجبر برضو اشرف بن شرقي ان هو ينزل معاه. فهو جيم مين هيفرض الريتم وياخد المبادره من الثاني، كذلك محمد هاني. ممكن محمد هاني شويه عنده حته الاجريسيفيتي، عنده القوه شويه في حته الحته الدفاعيه، فممكن مع زيزو، وزيزو برضو نفس الموضوع، يعني زيزو برضو عنده حته الدفاع وكارترون بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في حته السرعه وفي حته النزول، بيلتزم اكتر من اشرف بن شرقي. يعني بص على هجمات نادي الزمالك، على اداء نادي الزمالك، دايما لما بيفقد الكوره بتلاقي احمد سيد زيزو بينزل ويضم ويقفل جوه الملعب، بن شرقي بتلاقيه لما مع فقدان الكوره شويه ارتداده بطيء، في مشي شويه، في جري خفيف، لكن بيعتمد كارترون على زيزو بشكل دائم لانه مجهوده في الحته الدفاعيه قوي، وفي وقت من الاوقات اعتقد كان لعبه ديفندر. هو اصلا لعيب نص ملعب، هو لعيب نص ملعب مش وينج يعني. مش طرف يعني، فدي عامله له فايده كبيره جدا. فهو جيم هيبقى ما بين اطراف نادي الزمالك وباكات نادي الاهلي، ده جزء. الجزء الثاني انا شايف ان فايلر بيفكر في حته انه يلعب على عمق نادي الزمالك، على محمود علاء ومحمود الونش، من خلال انه حاطط جونيور يعني خلينا نقول مع قفشه بيجيدوا حته اللعب للداخل. فهو لما يقرب جونيور وقفشه مع بعض يلعبوا مع مثلث مع بادجي، دول ممكن يشكلوا شغل كويس جدا مع تقدم الاطراف في جناب الملعب. فهنشوف هل الطريقه دي هتنفع، ولا لو ما نفعتش ممكن كارترون يروح مغير من فكره، لانه عنده جونيور اجريه ممكن يلعب طرف ناحيه علي معلول ويرجع تاني 4-2-3-1، عنده تغييرات بره زي وليد سليمان، زي وليد سليمان عنده جيرالدو كمان طرف، يعني يقدر يشتغل خصوصا مع خمس تغييرات. دلوقتي بقت العمليه مريحه شويه، انت بين الشوطين على طول عندك تغيير او تغييرتين ممكن تغيرهم. صحيح صحيح. كابتن حلمي، الكابتن محمد يوسف نبهنا لنقطه كويسه قوي، ان هو بيقول النهارده طبعا في كل ماتشات النادي الاهلي دايما النادي الاهلي بيبدا بانطلاقه هجوميه، ولكن كابتن محمد بالنسبه للتشكيل وبالنسبه للعناصر اللي غايبه النهارده قال لك ان ممكن مستر فايلر النهارده يبدا بتحفظ شويه. لو بصينا على تشكيل نادي الزمالك، عندنا ابو جبل، محمد عبد الشافي، الونش، محمود علاء، حازم امام، طارق حامد، فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، يوسف اوباما، احمد سيد زيزو، مصطفى محمد. هل تتوقع ان البدايه باللعيبه دي التشكيل دي نادي الزمالك هو اللي هيبادر بالهجوم؟ هي المشكله مش انه يبادر بالهجوم، المشكله ان عدد اللاعبين اللي بيميلوا للجانب الهجومي اكتر بكتير جدا من اللاعبين اللي بيميلوا للجانب الدفاعي. يعني انا عندي ثلاثه فقط بيميلوا للجانب الدفاعي، محمود الونش، محمود علاء، طارق حامد، انما باقي اللاعبين كلهم اذا كان الطرفين عبد الشافي، حازم امام، والثلاثه اللي قدام فرجاني واشرف بن شرقي واوباما واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، دول كلهم بيميلوا اكتر للجانب الهجومي. مظبوط. ودي فيها خطوره كبيره جدا. يعني في خطوره كبيره جدا على فريق نادي الزمالك بهذا التشكيل دفاعيا. لكن انا بعذر الراجل، لما انا بصيت برضو على دكه البدلاء لقيت تغييرات محدوده جدا، ما فيهاش في الجانب الدفاعي غير لاعب واحد اللي هو محمد عبد الغني مثلا. ففي منتهى الخطوره اللي عامله مستر كارترون، لانه مكثف بشكل كبير جدا على الجانب الهجومي، ملعب بسبعه بيميلوا للجانب الهجومي، في خطوره جامده جدا على دفاعات نادي الزمالك وعلى الجانب الدفاعي في نادي الزمالك لما بيفقد الكره نادي الزمالك. واضح انه طمعان جدا في الماتش جدا، ودي مجازفه اعتقد انها مجازفه غير محسوبه. يعني انا كنت اتمنى ان يكون تشكيله يبقى في توازن اكتر بين الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، زي ما النادي الاهلي عامل على فكره. النادي الاهلي
عنده 5 بيميلوا للجانب الدفاعي بشكل أساسي، وخمسة عندهم قدرات هجومية زي معلول، زي هاني، مجدي أفشا جونيور، أليوباجي. في توازن، في توازن في التشكيل. لكن في نادي الزمالك الجانب الهجومي غالب بشكل كبير جدا. ممكن يبقى دي الاستراتيجية والهدف بتاعه زي ما أنا قلت قبل كده، بيحط التشكيل حسب الاستراتيجية وحسب الهدف اللي هو عايزه، لكن فيها مخاطرة كبيرة جدا جدا إن ندفع بسبعة بيميلوا للجانب الهجومي بشكل كبير. هنرجع نكمل كلامنا عن لقاء القمة مع نجومنا الكبار، ولكن بعد هذا الفاصل. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كنا هنسأل الكابتن عادل عن دكة البدلاء يا كابتن عادل، ومدى تأثيرها في حسم مباراة بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الزمالك. ناخد دكة النادي الأهلي الأول وبعدين ناخد دكة نادي الزمالك. نادي الأهلي البدلاء: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، رامي ربيعة، أحمد فتحي، عربي بدر، جيرالدو، وليد سليمان، مروان محسن. طبعا الدكة مهمة جدا، وفي ظل كمان وجود الخمس تغييرات مهمين جدا الفترة دي. واتمنى برضو طبعا مباراه اهلي وزمالك ومباراه قمه، ولكن برضو ممكن يستغلهم النهارده مستر فايلر. طبعا وارد انه يستغلهم في ظل الغيابات اللي موجوده عندك، وفي ظل طريقه اللعب اللي بتلعب بيها دي ممكن تلاقي تغييرات كمان في الجانب الهجومي كتير. ان هتلاقي في كم جري عالي النهارده للثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي، فاعتقد الثلاثه اللي فوق يعني بنسبه كبيره في الفرقتين ممكن يتغيروا. يعني اذا كان الاهلي او الزمالك الرباعي التغييرات كلها بتبقى في المنطقه دي. الاهلي عنده حلول كتير انه ممكن يغير الطريقه بهاني وفتحي مع بعض في 4-2-3-1، لو بدا ب 4-3-3. عنده تغيير استراتيجي وتغيير مهم جدا، اهم تغيير في الدوري واهم لعيب في الدوري وليد سليمان، لعيب عنده كم خبرات كبيره جدا، من احسن لعيبه بتلعب على المرمى، ومن اكتر اللعيبه اللي بتدي باور لفرقتها اول ما بتنزل ملعب. احساس حتى نفسي بيدي حافز نفسي كبير جدا للاعيبته. جيرالدو ممكن يبقى موجود، ولكن انا بالنسبه لي اي لعيب مصاب ما ينفع، لو انا محتاجه ما ينفعش اقعده احتياطي. لو انا عندي في ريسك ان هو مش 100% سليم ابدأه واخسر تغيير، احسن ما انزله واخسر تغييرتين. فدي من الحاجات اللي، فانا اعتقد ان جيرالدو لو هو موجود ويبقى في الحسابات، اعتقد ان هو كان بدا من البدايه افضل من ان هو يبقى موجود يبقى ورقه وتخسر بيه تغييرتين. مروان طبعا ممكن تلاقيه موجود في وقت من الاوقات مكان بادجي، بالذات كمان لو انت متقدم، ان مروان عنده الجوانب الدفاعيه كمان كويسه جدا، خططيا بيعرف يتحرك كويس جدا في الشق الدفاعي، فدي برده ممكن تلاقيها. ممكن يبقى في تركيبات لحاجات تانية، ممكن تلاقي محمود وحيد ناحيه الشمال وعلي معلول قدامه لو احتجت ده. واعتقد برده ممكن جوه المباراه نتيجه المباراه هتوجهك برده لمباراه افريقيا اللي انت هتلعبها كمان في الشهر الجاي. دي تغييرات، دي دكه الاهلي وفيها توازن شويه برغم الغيابات، ولكن الدكه فيها توازن شويه. ممكن يكون العناصر الهجوميه مش كتير جدا، ولكن الماتشات دي محتاجه ما بقاش عندي عناصر هجوميه كتير. كابتن حلمي اتكلم في نقطه مهمه جدا، انك بتلعب مباراه قمه فيها يعني فيها مغامره وريسك عالي جدا جدا، مجازفه كبيره. انت عندك جوه الملعب لو قلنا ان استثنينا كمان يعني عبد الشافي وحازم، قلنا ان هم عندهم ادوار دفاعيه، ولكن برضو المعظم التشكيله نادي الزمالك هجوميه اكتر. حتى بره دكه البدلاء معظمها هجوميه، اذا كان اوناجم وكاسونجو وحسام اشرف واسماعيل فيصل وعمر السعيد واسلام جابر كلهم هجوميين. فاعتقد برضو نتيجه المباراه هتجبرك انك التغييرات هتعرف تشتغل بيها ازاي شوط تاني. ممكن المباراه دي تبقى متقسمه اجزاء، وانا شايف ان بدنيا الاهلي شويه اجهز، ان لعيب في جزء من لعيبه الزمالك في الخط الامامي ما لعبتش كتير، يعني اوباما ما لعبش كتير، بن شرقي برده ما لعبش كتير، فرجاني ساسي برده لسه ما ادكش المردود اللي شفناه السنه اللي فاتت. فبرده الحته البدنيه ممكن شويه تفرق مع الاهلي، يعني لو النتيجه اتاخرت لغايه نهايه المباراه النادي الاهلي شويه ممكن يبقى ليه الافضليه. انا بس عايز اتكلم في نقطه فنيه صغيره بعد اذن الكباتن، في ان النادي الاهلي يبقى عارف ايه نقاط القوه في نادي الزمالك ويشتغل عليها في تفاصيل صغيره. يعني في تحضير الهجمه عندك محمود علاء وعندك الونش، مين بيشتغل بالكره احسن؟ محمود علاء من اكتر اللعيبه اللي في الدوري بتعمل لونج باس كويس جدا، فلازم ان انا ارمي حد عليه واسيب الونش هو اللي يتقدم، ويبقى عندي كمان ده على سرعات محمود علاء. جوه نص الملعب لعيبه نادي الزمالك بتفضي كتير في نص الملعب، اذا كان ساسي وزيزو وبن شرقي بيدخلوا جوه الملعب كتير جدا. لو بصينا لاهداف نادي الزمالك هتلاقي معظمها من زيزو الهدافين، زيزو 5 اهداف معظمهم مسجلهم العمق في التسديدات.
محمود علاء كرات ثابته، ودي حاجات برده من النقط المهمه جدا. نادي الزمالك مميز جدا في الكره الثابته الهجوميه، وعنده نقطه ضعف كبيره في الكره الثابته الدفاعيه، فدي برده نقطه مهمه جدا. ومصطفى محمد في العرضيات، فانا يعني التفاصيل دي مهمه جدا، واتمنى النادي الاهلي يكون اشتغل عليها بشكل كويس. طيب هنرجع نكمل كلامنا تاني عن لقاء القمه ولكن بعد هذا الفصل. ومرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين على قناه النادي الاهلي، ومعانا واحد من اللي عملوا ارقام قياسيه وتاريخيه في مباريات الاهلي والزمالك. يمكن هو مش لعيب كره ولكن هو معشوق الجماهير، مستر مانويل جوزيه عبر سكايب من البرتغال. مستر مانويل بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي. مستر مالوين، النهارده احتفاليه رائعه، شايف ازاي مباراه القمه 120 بين الاهلي والزمالك النهارده؟ مش مهم، المهم هو منو يسمع ويسمع مترجم. ديربي 120 سنه؟ سي اون سيكل نو؟ رقم 120 يعني بقى لهم قرن تقريبا من مباريات الديربي. هو اكبر ديربي في افريقيا. هو المباراه فيها حمل ذهني وفي كبير جدا. تصنيف الفرقتين في الماتشات دي تقريبا مش محتاج اتكلم عنه. 15 نقطة الزمالك. النادي الأهلي متقدم عن الزمالك ب 18 نقطة، لكن الماتشات دي عامة بتكون فيها منافسة بين الغريمين التقليديين، لأن في تاريخ بينهم في بين مباريات الديربي، بيخلي المباراة دي مباراة مميزة جدا. وإنما يكون في حمل ذهني والرضا عن الفرقتين انها على الفوز بالمباراه دي بتصعب الامور ليهم. فدايما المباراه دي ما حدش يعرف مين اللي هيكسب فيها. ما فيش حد مفضل للفوز في المرشح اكتر للفوز في المباراه دي. انما الاهلي عنده هدوء اكتر من نادي الزمالك بسبب وضعه في الدوري، بسبب اختلاف النقاط بينهم في المراكز. ونادي الاهلي خلاص تقريبا هو البطل الدوري، فعنده هدوء اكتر، عنده ثقه اكتر، والمعنويات مرتفعه اكتر بكتير. نادي الزمالك اللعيبه هيعملوا كل حاجه في الملعب عشان يحاولوا يكسبوا المباراه. فاتمنى اهم حاجه يكون في مباراه جيده، يكون في شو كبير. وحاجة تزعل دايما اللعب من غير جماهير، وخصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي بين الوباء بيمنع الجماهير انها تملى الملاعب. فالجماهير ليها تأثير كبير أكيد على السلوك الذهني للاعبين ومجريات المباراة. فتشجيع الجماهير بيحفزهم أكتر، وحتى لو في حالة هزيمة أي فرق برضو الجماهير بتعبر عن مشاعرها بطريقة حضارية وبتساعد برضو، بتدي مشاعر للمباراة. فالنهاردة المباراة أتمنى تعكس كبر حجم الفرقتين. هل غيابات النهاردة ممكن تأثر على صفوف النادي الأهلي وأداءه النهاردة؟ Eu não sei quem são as ausências dos jogadores, mas ausências por quê? Por lesão, por castigo.
تيمبور ليزا غيابات بسبب الاصابات او الاختيار فني للمدرب او الايقاف اصابات معظمها اصابات المباريات دي هي المباريات اللي بتظهر الشخصية التنافسية اللي عند اللاعبين والشخصية الكروية اللي عند اللاعبين أيا كان اللعيب الموجود لازم يكون لعيب قوي ذهنيا بيحب المباريات دي اللي كل ما تكون أصعب كل المباريات بينمو فيها أكتر وبيظهر مهمية المباراة بالنسبة له أكتر أنا شفت اللاعبين الأهلي في ماتشهم من أول مع مباراة في أسوان وشفت في المباريات التالية ليها أنا شفت اللاعبين مستواهم عالي المباراة عامة للاعبين اللي مستواهم عالي زي دول اللي بيحبوا اللعب واللي بيحبوا التحدي اللي بيكسبوا صورة أكبر من خلال لعبهم فيها هم دول اللاعبين اللي عايزين يعملوا حياة مهنية كبيرة في الحياة الكروية اللي بيتحملوا الحمل الذهني اللي في المباراة والمباراة اللي مصر كلها مستنياها أفريقيا كلها مستنياها مستنيه الديربي ده فالمباراه دي الاحسن اللاعب الاحسن والفريق الاحسن هو اللي هيظهر بصوره اكبر بكثير بلاعبينه يمكن كنت بتقول ايه اللاعب الاهلي قبل لقاء القمه خصوصا ان انت يمكن خدت 23 مباراه قمه بين الاهلي والزمالك O que é que eu dizia aos jogadores? Sim. Dizia-lhe precisamente isso que eu acabei de dizer. Quando eu falei para os jogadores, o que eu acabei de dizer? Dizia a cada um deles, então tu eres jogador do Al-Ahli. Eres jogador do Al-Ahli. És jogador do Al-Ahli. És jogador do Al-Ahli. هتخاف تلعب ماتش ديربي؟ كنت بيبقى في انفرادات ساعات واحد ضد واحد وفي مواقف بتبين اللعيب القوي هي دي الماتشات الكبيره اللي بتلعب بين اللعيب القوي مش ماتشات الفرق الصغيره الماتشات الكبيره دي هي اللي بتبين فعلا انك لعيب تستحق تكون لعيب الاهلي وتكون لعيب المنتخب وعلى اساس فكر اللعب بتاعنا وعلى اساس الاستراتيجيه بتاعتنا في اللعب والفلسفه التنافسيه اللي عندنا واسلوب اللعب والكواليتي بتاعت اللعب بتاعتنا لازم دايما نظهر كلنا نظهر الفلسفه دي في الماتشات الكبيره اللاعبين لازم يظهروا اقوى ما عندهم ما ينفعش يرتبكوا لان لو حصل اي ارتباك هيبقى في لعب سيء من ناحيه الفرديه ومن ناحيه الجماعيه انما احنا لازم دايما ما يكونش عندنا خوف ولا اي ارتباك في المباريات اللي زي ديت اللي فيها تحدي كبير اي تردد او ما بندخل الملعب بنسيب كل حاجه ورانا ان كل الامور هتمشي كويس لان احنا بنلعب على مستوى الاحتياج الفريق ومستوى المسؤوليه في الماتش سواء لو عدنا في بعض اللحظات بمستوى اقل شويه عمرنا ما نخاف وعمرنا ما نرتبك من الفريق المنافس وان احنا نخاف من عدم الفوز. بنبتدي في المباراه بالتفكير دوت وبنركز في المباراه ونشوف المفروض نعمله ايه والامور بتمشي كويس بعديها بصوره طبيعيه. هو دي المحاضره اللي بديها لهم قبل المباراه. مش ممكن تكون معانا طبعا وما نتكلمش عن مباراه 6-1 يمكن لو رجعنا بالذاكره لورا نلاقي ان كل الناس كانت فرحانه ان احنا كسبانين 6-1 ولكن مستر مانويل جوزيه طالع زعلان بعد المباراه. كنت عايز تكسب ايه 10؟ لا ده مش صح. انا كنت متضايق بس لان ابراهيم سعيد لما جبنا الجون الرابع او الخامس
راح على دكة نادي الزمالك يهزر معاهم أو يمزح من النتيجة بتاعتهم يسخر منهم، لكن أنا ما عجبنيش الوضع دوت. قلت احنا كان ممكن نكسب بفرق اهداف اكبر، لكن في كل المرات اللي لعبنا ضد الزمالك عمري ما قلت اي كلمه ضد اي فريق بتاعهم، دايما كنت بديهم قدرهم في ودي قدرهم في سلوكهم وادائهم وسلوك مدربينهم. فأنا اتضايقت بس من إبراهيم سعيد لسلوكه، لأنه ما احترمش الفريق المنافس ولا فريقنا ولا 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 أنا كمدرب، فعشان كده اتضايقت. غير كده لا، أنا كنت سعيد جدا لأقصى درجة، لأن في الدور الأول كنا خسرانين 2-1 وكان كان ممكن يبقى فيه أهداف أكتر تيجي فينا. لكن أنا قبل المباراة 6-1 كان يوم ثلاث قبل 6 أيام قبل المباراة كنت سألت كل واحد في أوضة اللبس إذا كان خايف يلعب المباراة قدام الزمالك، وسألت كمان في ليلة المباراة قبل الذهاب إلى الملعب إذا كان حد خايف يلعب المباراة دي. والتحفز الذهني اللي اديتهم اللعيب والنفسي هو ده اللي ساعدهم ان يدخلوا بثقه ويكسبوا النتيجه ديت، وان يكسب 6-1 اكبر غريم ليه في مصر. المباراه ديت بقت في تاريخ لغايه النهارده، ما فيش في مباراه ديربي حصلت فيها النتيجه ديت. حتى في البرتغال ضد بنفيكا ديربي كمان كان 7-1 مع سبورتينج وسبورتينج وبنفيكا، والمباراه ديت كمان فضلت في التاريخ 7-1. مستر مارويل بنشكرك جدا، واكيد هنتكلم مع بعد المباراه ونعرف رؤيتك الفنيه للقاء. كابتن علاء ميهوب، رؤيتك للمباراه النهارده والشوط الاول ممكن يطلع بنتيجه كام كام؟ هي مباراه تبقى من الاول مش يعني في حذر شويه بين الفرقتين، وكل فريق حاول يفرض اسلوبه وكل لعيبه حاول يخش في المباراه باحسن شكل. مباراه اهلي والزمالك دايما والحمد لله كل استوديو لعب يعني اهلي والزمالك دايما بتحب تبان في احسن مظهر، لان مباراه اهلي والزمالك دايما بتعلم مع الجمهور اذا كان هنا او هنا، بتحب يبقى شكلك كويس، اداء كويس جدا في الملعب، مقنع جدا دايما، اول كره بتلعبها صح، كره مش معاك بتحاول تجيبها بسرعه، بتحاول تهدد المرمى، انت في حاجات كده في طقوس بين اللعيبه والفرقه نفسها، بيحب ليك انت لا انا عايز اكسب النهارده، انا اللي شكلي كويس النهارده. اعتقد ان هي مباراه بقى حذره في الاول، كل زي ما بقول لك كل واحد حاول يفرض اسلوبه، لكن فنيا مش هتلاقيها عاليه قوي ايمن، لسه لما تتفق مع كابتن حلمي ان لسه الفرقتين ما دخلوش المستوى الفني الطبيعي بتاعهم، لكن بدنيا هتلاقي جري، هتلاقي مجهود مبذول، ده اكيد طبعا. مباراه الاهلي والزمالك مفيش حد يبخل بحاجه. توقعاتك للشوط الاول؟ تقدم الاهلي. كابتن محمد، توقعاتك للشوط الاول؟ هيبقى في حذر زي ما قال كابتن علاء في البدايات، الاهلي الشكل كده في حذر، برضو طبيعه كارترون انه بيهتم جدا بالحته الدفاعيه رغم انه تشكيله في يعني نزعه هجوميه، لكن برضو هيبقى بيعتمد قوي ان هو يرجع ويقفل تلت يعني لغايه نص الملعب وهو بيدافع. اعتقد برضو ممكن يبقى الشوط الاول فيه تقدم للنادي الاهلي او هيبقى فيه مفيش اهداف يعني. كابتن حلمي، توقعاتك الشوط الاول؟ انا اتمنى ان نادي الزمالك يتقدم طبعا في الشوط الاول، وتشكيله بيقول ان هو هيبقى فيه اندفاع هجومي للنادي الاهلي، تشكيل اندفاع هجومي للنادي الزمالك، تشكيل الاهلي بيقول ان هيبقى فيه حذر دفاعي، اتمنى ان الزمالك يسجل باذن الله في الشوط الاول. ونحن نتمنى العكس ان شاء الله. كابتن عادل. لا، هو شوط حذر طبعا من البدايه، وممكن الفرقتين في الاول ما بقاش فيه ضغط عالي، ممكن الفرقتين يلعبوا من تلتين ملعب او من بعد نص ملعب 10 يارد مثلا، بس اعتقد النهارده المباراه يعني فنيه مش تبقى عاليه، وانا شايف ان المباراه دي ممكن تروح تعادل كلها لنهايتها يعني. اتمنى فوز الاهلي ولكن المباراه تطلع تعادل. كل التوفيق للنادي الاهلي وباذن الله الشوط الاول والزمالك يا كابتن عادل والشوط الاول يشهد اهداف النادي الاهلي باذن الله. هنروح نتفرج من ملعب مباراه ونتقابل بعد كده بين شوطي المباراه.